ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم على موضوع ياسمين عبد العزيز وزوجها محمد حلاوة رجل الاعمال وزوجته الجديدة ريهام حجاج. الموضوع وما فيه ان ياسمين عبد العزيز كانت متجوزة رجل الاعمال محمد حلاوة في مدة او الجواز دام لمدة 18 سنة، وتم انجاب بنت وولد، والبنت اسمها ياسمين وولد اسمه يوسف، وقعدوا مع بعض 18 سنة. بعد 18 سنة حصل انفصال، والانفصال قعد عام او استمر عام، وبعد كده تزوج من ريهام حجاج. لكن تم الاكتشاف من زواجه ريهام حجاج من خلال مصادر، اللي هي من مصادر من فريق مسلسل كارمن لما كان بيتعمل. وطبعا محمد حلاوة هو اللي عمل او انتج مسلسل كارمن عشان يكون قريب طبعا لريهام حجاج، وان هي تكون واخدة دور كويس فيه. فطبعا المصادر من الفريق المسلسل نفسه هو اللي طلع وقال ان هو متجوز ريهام حجاج بقاله اسبوع. ده الموضوع ده حصل وقت المسلسل يعني. وطبعا الموضوع الزواج حصل سر يعني، ما تقلش ما او ما بقاش واضح يعني، تمام. وطبعا ريهام حجاج رفضت تماما ان هي توضح امر زي دوت، ويمكن كمان في البداية انكرت ان هي متزوجة من محمد حلاوة. وبعد كده محمد حلاوة، المصدر ده اللي هو من المسلسل، قال ان هو رجل الاعمال محمد حلاوة حاول ان هو يرجع لياسمين عبد العزيز تاني، وهي رفضت تماما بعد ما عرفت، بعد ما هي عرفت ان هو اتجوز من ريهام حجاج. طبعا محمد حلاوة قدم مهر فيلا فاخرة او فيلا يعني عالية جدا لريهام حجاج كمهر ليها يعني، عشان توافق على الجوازة بقى، مصالح. وطبعا كان في وقت مهرجان السينما الدولي لما كانت ريهام حجاج طبعا كانت موجودة فيه، وسألوها عن ان هل خبر الزواج ده صحيح ولا لا، ان هي متجوزة محمد حلاوة ولا لا، فأنكرت. وهي مش أول مرة تنكر موضوع زي كده، هي أنكرت قبل كده ان هي متجوزة أحمد السعدني، وقالت لا انا مش ما اتجوزتش احمد السعدني، وانا لو اتجوزت هقول طبعا لجمهوري ولازم اول ناس اقول لها وكده يعني. طبعا كانت ياسمين عبد العزيز مش الزوجة الاولى لمحمد حلاوة، هو كان ليه زوجة من خارج الوسط الفني عامة، عنده 4 أولاد منها. وبعد كده قابل ياسمين عبد العزيز في عام 2001، وزي ما احنا قلنا ان استمر الزواج 18 سنة يعني لحد السنة دي. فالزواج بقى او خبر ده، خبر الطلاق ده اذا كان هو اتنشر دلوقتي واتقال ان هو من عام، فهل ده يعني بيغطوا على الموضوع ولا لا؟ فدي حاجة ترجع لهم. اللي احنا بقى هنقوله يعني، او اللي انا عايزه اقول رأيي فيه، ان اللي بيسيب عشان واحده او ساب واحده عشان واحده، مسيره هيسيب دي، فهي ماشيه كده. الموضوع ده مش متكرر يعني، او مش هو الموضوع ده يعني، الموضوع ده بس لا، الموضوع متكرر في كذا حاجه من خلال الوسط. هي بتبقى انا بسميها من رأيي الشخصي زواج مصالح. مين هيعليها اكتر، مين هيدفع لها فلوس اكتر، مين هتوصل لمكانة تانية اكتر، فدي زواج مصالح. فعامة ده من جانب ياسمين عبد العزيز. بعد كده ريهام حجاج مؤخرا نزلت صورة ليها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قالت فيه ان هي متزوجة من محمد حلاوة، أو يعني أوضحت إن هي تزوجت من محمد حلاوة، ونشرت صورة ليهم وقالت إن هي مش السبب في طلاق ياسمين عبد العزيز، وهي إنها أول مرة تدخل في موضوع يعني جدلي بالشكل ده. وأيضا قفلت التعليقات على الصور عشان ما تسمعش أي كومنتات أو هجوم عليها، أو يعني هي ما حبتش إن هي تسمع أي تعليقات، فعشان كده قفلت التعليقات.
وكمان نشرت ريهام حجاج خبر كان نازل ليها ان هي مش السبب، او ملخصه انا هجيب لكم الخبر تقروه، والخبر ملخصه ان هي مش السبب في طلاق ياسمين عبد العزيز، وان محمد حلاوة طلق ياسمين عبد العزيز 3 طلقات، وهي مش سبب لا طلقة اولى ولا تانية ولا تالتة اللي حصلوا في الاعوام الاخيرة. فكمان ان هو طلقها 3 طلقات يعني مفيش رجوع ليهم تاني، وان هي متزوجة محمد حلاوة جواز رسمي وشرعي طبعا. وريهام حجاج اكتفت بكده وما ردتش اي رد تاني ولا علقت في الموضوع اي تعليقات تانية. كل ده اللي احنا قلناه هو ملخص او اللي حصل في موضوع ياسمين عبد العزيز، واللي نقدر نقوله دلوقتي ان هو طليقها محمد حلاوة وزوجته الحالية ريهام حجاج. ده القصة كاملة. طبعا الموضوع ده يعني زي ما قلنا ان هو مش ده بس، لا هو متكرر بأشكال مختلفة مع كتير من الوسط الفني، وهي كلها مصالح وبتتقضى. دخلت على الانستجرام الخاص بريهام حجاج، عايز اقول لكم ان انا يعني النهارده، فكان موجود قبل كده يعني ما شفت قبل كده، كان موجود صورها هي وزوجها محمد حلاوة. ولما شفت الخبر اللي هو موجود بتاع اللي هو طلق ياسمين عبد العزيز وهي ما خطفتهوش من مراته والكلام ده، يعني الخبر اللي احنا قلناه، حاليا صورها مع محمد حلاوة مش موجودة على الانستجرام الخاص بيها، والصورة فصلها ما بين يعني الصورة ما بينها، الصورة هي ومحمد حلاوة اسماها ومنزلاها، يعني منزلة الصورة ليها هي فقط، ومحمد حلاوة ما قصت الصورة بتاعته. ليه بقى؟ ده اللي احنا هنبقى نعرفه مع بعض بعدين، لان لسه ما ظهر لهوش سبب. في الاخر انا بشكركم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل الجرس. بشكركم جدا، سلام.